قيام يكفي هناك، الثاني نفس المقدار بتاع الماء، نفس مقدار الماء، الثالث نفس الشيء، أضف قليلا، أضف له قليلا، هذا هذا أضف له قليلا، هذا وهذا أضف لهما قليلا من الماء، أضف نعم أضفه جيد، والآخر ممتاز للغاية. الآن افتح قارورة، افتح آنية الملح، افتح آنية الملح، هذه الكؤوس، ملعقة كبيرة وحرك، نبدأ بالكأس الأول، جيد، حرك حرك حرك، في الكأس الثاني حرك، هاتي قلم، أعطنا قلما نحرك به، سنحرك به به بعد. أي الكأس الثالث نفس الكمية، لا لا تضع فيه شيئا، نترك، جيد جدا، حرك لي هذا وهذا، حرك جيدا، نحرك جيدا الكأس هذا، الكأس هذا، طيب رمس، الآن خذ بيضة وضعها في هذا الكأس، البقية تنظرون ما الذي سيحصل، ضعها رويدا رويدا قليلا قليلا كي لا تنكسر، ماذا تلاحظون؟ لا تطفي، إذن البيضة الأولى غرقت في الكأس، ضع البيضة الثانية، سبحان الله ماذا حصل؟ لا البيضة تغرق على، إذا لا تغرقوا في قاع الكأس، لاحظوا البيضة هذه غرقت وهذه ماذا حصلت؟ طفت، أحسنت يا سامي، طفت البيضة الثالثة، انتظر البيضة الثالثة ضعها نفس المسألة، الهواء أستاذ الخاص رمس، أي رمس انتظر يا رمس، أضف قليلا من الماء إلى هذا، قليلا من الماء، أضف أكثر، سنشوف طبعا، ماذا تلاحظون؟ أنا أستاذ أنا لا ينخل، أنا إذا ارتفعت أكثر أم نزلت أكثر؟ أنا نزلت إذا لا اجلسوا أماكنكم، اجلسوا أماكنكم، سأريكم البيضة الأولى، تلاحظون أنها في قاع الماء، البيضة الثانية نحن أضفنا كثيرا من الماء لكن من المفترض أنها تكون في هذا المقدار هكذا، هذا هو المفترض أن تكون في هذا الحجم، تغرق قليلا لكن تبقى طافية، البيضة الثالثة تلاحظون أنها طفت كليا على الماء، إذا يا ترى ما سر، شكرا لك، شكرا لك يا رب، ما سر هذا هذه التجربة؟ ما سرها؟ لماذا؟ برفع اليد لمن سيتكلم؟ محمد؟ مشان لا أريد بلغة عربية يا محمد سعيد، لأن اجلس مكانك، اجلس مكانك، اجلس سأسمع، مشان المعلومات، أستاذ المعلومات، صادق، لتجربة المعلومات، التجربة؟ سبب الماء أحسن، ماذا فعل؟ ماذا فعل الملح في الماء؟ رفع يدك، لا تتكلم إلا برفع يدك، هذا ما اتفقنا عليه، أنت واقف لن تتكلم أيضا، تجلس مكانك تتكلم، ميت، إذا الملح جعل الماء أخف وزنا وجعل البيضة أخف فارتفعت، هذه التجربة التي قمنا بها الآن، كل مجموعة فيكم الآن سوف تطرح أسئلة حول هذه التجربة، ما معك؟ مثلا فريق الذئاب سيسأل فريق الأسود، يقول له مثلا ما هي مكونات التجربة؟ مثلا حاول أن تبحث عن سؤال لم نطرحه، هذه المجموعة الأسود تطرحه على مجموعة الأطفال سؤالا، مثلا تقول له كم وضعنا في الكأس من ملعقة ملح؟ كل مجموعة تحاول أن تسأل المجموعة الأخرى سؤال،
لديكم خمس دقائق، لديكم خمس دقائق للتفكير في سؤال، خمس دقائق للتفكير في سؤال نجيب عنه بسرعة. بسرعة. بعد راحة قليلة.